بسم الله الرحمن الرحيم. ميديول 2 فود برينتينج. ان شاء الله معانا النهارده هنفهم يعني ايه فود برينتينج، وهنشوف ايه الفود برينتينج سايت، ايه اللي بيهدد يعني، وهنشوف الميثود بتاعتها وحاجه اسمها هو از ودي ان اس فود برينتينج ونتورك فود برينتينج وايميل فود برينتينج وويب سايت، وفي هنشوف في الاخر خالص يعني لاندم هاكينج برضه فود برينتينج. يعني طب يعني ايه فود برينتينج عموما؟ والله فود برينتينج دي ده مصطلح معناها ان انا عاوز اعمل جيزرنج انفورميشن عن حد معين، سواء كان شخص، سواء كان بي سي، سواء كان سيرفر، سواء كان دي ان اس، سواء كان ايميل، سواء كانت شركة، سواء كان سايت، كان يو ار ال، كل الحاجات دي انا عاوز الم عنها معلومات، فبتسمى فود برينتينج. بلم عندك معلومات عشان ابدا بعد كده اعمل عليك سكاننج وهيك بقى. مش احنا خدنا في الاول الميديول ده اسمه فود برينتينج اند ريكونيسنس؟ مش احنا خدنا الاول الهاكرز بيعمل ايه؟ بيعمل ريكونيسنس الاول، وبعد كده بيبدا يعمل سكاننج، وبعد كده بيبدا يعمل ايه؟ جيننج اكسس، صح؟ طب انا عشان اعمل جيننج اكسس يكون متوفر معايا معلومات كافيه جدا عن التارجت بتاعي دوت. طيب التارجت بتاعي دوت انا هجيب عنه المعلومات دي بالريكونيسنس، فالريكونيسنس ده ميجول داخل في حاجه اسمها فود برينتنج، يعني انا بلم معلومات عن حد معين. فالنهارده هنحاول بقدر الامكان نتكلم ازاي هنلم معلومات عن شخص، هنلم معلومات عن السيرفر، هنلم معلومات عن اس ام تي بي سيرفر، هنلم معلومات عن دي ان اس سيرفر، وهكذا يعني. تمام؟ طيب objective of food pointing بيقول لك collect network information، بيقول لك في collect system information و collect organizational information. يعني ايه الحاجات دي؟ قال لك والله لو بالنسبة للنتورك هتبقى حاجة مثلا خاصة بالدومين نيم، بال internal domain name وال network blocks، تمام؟ ال IP address range بتاعهم شغال ايه؟ ال TCP بيشتغل UDP ولا بيشتغل TCP؟ الحاجات دي كلها بتفرق معايا. انت طبعا لو فاهم نتوركنج كويس هتفهم الكلام ده. النتورك بروتوكولز، البروتوكولز اللي شغاله ايه، في ايه هي الاكسس كنترول ليست، بتمنع مين وبتدخل مين والكلام ده. طب الفي بي ان بوينت، الاند تو اند ايه هي، والاي دي اس راننج، نوع الاي دي اس الانتروجن ديتكشن سيستم ايه هو الفاول، يعني كل المعلومات دي هتفرق معاك. الاوثنتيكيشن ميكانيزم، بيشتغل كيربوس ولا بيشتغل ان تي ال ام، ولا بيشتغل بسيرتيفيكت، ولا بيشتغل ببيزك اوثنتيكيشن، ولا بيشتغل بايه بالظبط. الكولكت سيستم انفورميشن، يا الله اليوزرز والجروبس، مين اللي موجودين في الشركه دي، عندهم اكتف دايركتوري ولا ايه النظام يعني. السيستم بانرز هنتكلم عليها بعدين. الراوتنج تيبل ده بيفرق معايا جدا طبعا، في حاجه اسمها الراوتنج تيبل دي تفرق معايا جدا في الشغل. في حاجه اسمها اس ان ام بي بروتوكول، ده بروتوكول دوت خطر جدا ان اي حد يبقى مشغله في النتورك. ساعات كتير قوي من السيستم ادمن بيحتاجوا ان هم يشغلوه عشان يقول لك هيسهل علينا العمليه في الشغل شويه، ده خطر جدا شغله، وهنتكلم عليه في السكاننج المره الجايه ان شاء الله. ريموت سيستم، في بي ان ولا ريموتلي ولا ايه بالظبط. سيستم نيم، الباسورد ده بالنسبه لجهاز معين يعني. تمام، كل الحاجات دي بتفرق معايا انا. طيب collect organizational information، employees details، لو عندهم ويب سايت، company directory، والله يعني اضيف لك حاجه كمان، عندهم مثلا فايل سيرفر، عندهم اف تي بي سيرفر، عندهم ايه بالظبط، كل السيرفرات الموجوده عندهم، الادرس فون نمبر بتاعهم ايه، باك جراوند يعني اسعى شويه بس بتفرق يعني. ممكن يبقى في الباك جراوند ساعات حد بيحط شويه انفورميشن مثلا عن التكنيكال سبورت تيم وكده، تمام يعني، وهكذا بعض الانفورميشن. طيب الثريت او الحاجات اللي بتهدد ايه؟ قالك والله حاجه اسمها السوشيال انجينيرنج. ايه سوشيال انجينيرنج؟ اتكلمنا عليها قبل كده، ان انا ببقى عارفك وانت عارفني، فبالتالي انت بتثق فيا او انا بثق فيك او ما شابه، فبنبدا نتبادل الانفورميشن. انا وانس ان انا قعدت معاك شويه وبدات اتكلم معاك عن اي حاجه في السيستم بتاعك، انت شايفها ان هي بخصوص النيليا، بس انا كراجل هاكر بعمل فود برينتنج عليك، تمام؟ ان انا اعمل سكاننج، اعمل اتاكر عليك، عاوز اعرف انفورميشن، معايا كي من الكيس بتاعتك مثلا، يعني انت معاك سيرتيفيكت فانا معايا اخدت منها الكي بتاعك، فابدا اكسس الكلام ده، حتى لو انا ماليش بريفليج ان انا اعمل ايه تشينج اي حاجه، انا عاوز بس الم انفورميشن.
طب ده بالنسبة للويب سايت. قالك لو في شركة مثلا، يعني بالنسبة للانتو عميت فود بوينتك، اول حاجة نتكلم عليها، لو في شركة عاوز تعرف يعني الانفورميشن اللي بتعرفها ايه، بتقول لك وين هاو وير هو، ده الحاجات انت بتحب تعرف عن اي حاجة او عن كومباني انت تعمل لاتر بتاعتك يعني. طيب اول حاجة هتكلم عنها النهاردة الانترنت فود بوينتينج. تمام، عاوز اجيب انفورميشن عن ويب سايت لشركة معين، شركة معينة اسمها مثلا سي تي اي داتا او مايكروسوفت، عاوز الم الانفورميشن دي واحطها واشوفها تشتغل ازاي. تعال نتفرج مثلا دي مكنة، في مثلا عندي سايت اسمه archive.org، اقول له مثلا هنا الشركة اسمها microsoft.com. هنا هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي last updated، يعني من اول لما الشركة دي اتفتحت لغاية 2011 اللي انت فيها، هو جايب لك 2010 اهي. شكل الويب سايت بتاعهم كان عامل ازاي مثلا، دي الايام اللي اتعدل فيها، فانت بتعرف امتى السايت ده حصل فيه تعديل، فاهمني؟ يعني الايام دي كلها حصل ابديتد في السايت، فتحب تخش تتفرج كده شوف السايت كان شكله كام في اليوم ده. لودينج، تعالى نفتح حاجة تانية كمان. يعني ده ايه، في 2 نوفمبر كانت الساعة مش عارف 8 وحاجة كده حصل الابديت ده. تعالى مثلا ناخد ابديت تاني، ممكن نخش في 2011. هو السايت ده مش هيجيب لك طبعا عشان فري. طيب تعالى مثلا ناخد حاجة في شهر ايه، مثلا ناخد حاجة زي كده. ده كان شكل السايت بتاع مايكروسوفت وقتها، ممكن تتصفح شوف ايه اللي كان موجود ساعتها كل حاجة. طب هو بيعمل ايه، هو جابه منين، راح اشتراه يعني؟ لا، ده هو كل فترة بياخد سناب شوت، السايت ده اللي هو archive.org بياخد سناب شوت من اي سايتس موجودة على النت. تمام، فبحيث ان ده ممكن تفرق معاك، تشوف الراجل ده كان عندهم ثغرة معينة فبدأوا يحسنوها، فانت بتشوف الشركة دي ماشية. طبعا انت بتتابع الكلام ده كله، يعني بتتابع الشركة دي بتأبديت الويب سايت لو انت هتهاك عليه. طبعا على ما يقوم، في سايت عندي اسمه نت كافت دوت كوم. ادي نت كرافت. والله السايت ده جميل جدا، يعني مثلا لو جيت قلت له هنا مايكروسوفت مثلا دوت كوم، ياخدها كوبي واقول له سيرش عليها، قول لي ايه مايكروسوفت ده. والله ده بص بقى، يعني من الحاجات المهمة حتى لو تلاحظ في السلايد بتاعتي كان في حاجة كده انا ما اتكلمتش عليها، بيقول لك فايند ا كومباني يو ار ال، الشركه انا عاوز اعمل لها هاكينج، فاشوف اليو ار ال بتاعها ايه، اشوف لو عندهم سب دومين. ما انا لو هاكت السب دومين يبقى اسهل من ان انا هاك الدومين كله، ومن خلال السب دومين هبدا اعرف فولنربيلتيز كتير وابدا هاك البابليك اند ريستريكتد ويب سايت، يعني عندهم انترنال ولا اكسترنال ويب سايت، دي انفورميشن لازم اجيبها. تمام، اهو والله مايكروسوفت دي عندها دومين اسمه www.microsoft.com، في عندها سب دومين اسمه سبورت، في تك نت يعني ده الدومين الاصلي، عندهم كل دول سب دومين منهم. خلاص، الاوبريتنج سيستم اللي منزلينه مثلا، يعني مثلا تعال نشوف ويندوز ابديت، بص ويندوز ابديت لسه شغالين بايه، بويندوز سيرفر 2003، واخد بالك؟ فهم شغالين ايه، بيقول لك والله ده شغالين باي او اس فيرجن 6. خلاص، اخر مره عدلوا فيها يوم 18 اغسطس،
ده هو النهارده كام؟ تقريبا من يومين، من 3 ايام خلاص. والاي بي ادرس بتاع الدومين دوت اهو، فاهمني؟ كل دي السيرفرات اللي عندهم طبعا، في حاجات هم خافينها، واخد بالك؟ دي في بعض الفايرولز الجديدة بتحاول تخفي بعض الانفورميشن، يعني لو حد جه يعمل سكاننج زي او بعمل فوت برينت زي كده، بعض الانفورميشن ما تبانش، تمام. في سايت كمان جميل جدا اسمه دي ان اس ستاف، ده لسه بيلود. طيب خلاص بقى، دي يعني انت فهمت حتة الاركايف. في مثلا حاجة اسمها هو از، اقول له مثلا مايكروسوفت دوت كوم، يعني عاوز اعرف فوت برينتنج عنها، اجيب معلومات عنها. يبدأ بقى يقول لي ايه الكلام ده، اتكلمنا عليها قبل كده تقريبا على السايت ده جينيس ستاف. مثلا رقم تليفون، والله مثلا ايه تليفونات موجودة اهي، اسم الدومين، يعني بعض الانفورميشن طبعا، يعني ده يكون انت تخبي الحاجات دي، يعني ده غلط جدا انت حد يعرف عنك معلومات كتير. ممكن ساعات ممكن تحط مثلا الايميل، فاهمني؟ اسم الدومين سيرفرز الموجودين، ده اسم السيرفر ان اس 253 دومينز موجودة خلاص. تليفونات اهي، بص انفورميشن كتير جدا. تعال مثلا نشوف سايت تاني زي ايه، مثلا تي اي دات دوت نت. والله ده عامل لي ريجستر فين؟ عند جودادي خلاص، من يوم 28/2001، 28 جون، هيخلص اكسباير امتى؟ 2012. الدي ان اس سيرفرز بتاعهم هم ان اس 1 و 2 تي اي داتا دوت نت، يبقى هم عندهم 2 دي ان اس سيرفر دلوقتي. اديك انت معلومة عرفتها خلاص، عاملين ريجستر على جودادي انفورميشن. في سايتس كتير اوي بتقرا معلومات بالهبل يعني. طيب في بعض التولز بقى اللي موجودة عندي، نفتح السي دي. طبعا في ميجور تول اللي هو فود بريندنج والريكونيسانس، في تولز مثلا ايه ويب اي بادي، نعمل لها انستول تقريبا. تعال نشوفها كده اهي، كل ده هيجيب لي فود بوينتينج. اقول له مثلا عاوز اعمل تارجتنج جديده اسمه ايه، مثلا اقول له دبليو دبليو دبليو، تعال نحطها له كامله، اد نيكست. عاوز في الكونتنت بتاعتك هتبقى فيه ايه؟ ايمج. طب نوع الايمج ايه؟ اظهر حاجه معينه مثلا زايب اي اكس اي، حاجات من الموجوده يعني. خلاص هيبدا يعمل لك ليستنج ليها، ماشي. ستارت هياخد وقت شويه، وهيبدا يعمل لك ليست الحاجات اللي انت شبهت له عليها انفورميشن، يعني مش هيفيدك قوي ده، بس تعالى برضه نشوف في حاجات تانية كويسه قوي. في مثلا ان انا ممكن اعمل داونلود للبيدج بتاعت مايكروسوفت مثلا هنا، وابدا العب فيها اشوف اعدل في حاجه معينه، يعني مثلا في حاجه اسمها بيج نيست، تمام. اجي هنا مثلا اقول له مايكروسوفت دوت كوم، هو بيعمل داونلود ليه،
Download, okay. هينزلك الصفحة بتاعت مايكروسوفت هنا، فانت تبدأ تسيرش انت براحتك، ادفانسد سيرش جواه. طيب نسيبه زي ما هو كده شغال. اه ممكن فود بوينتنج كمان. الشركة دي فين؟ انا سمعت مثلا عن شركة اسمها تي داتا، بس عاوز اعرف اللوكيشن بتاعها فين. بكل بساطة عندك حاجة جميلة جدا والناس كلها عارفاها تقريبا، حاجة اسمها الايه، ها، جوجل ايرث. جوجل ايرث صح. نزل التولز بتاعتها عندك وابدأ سيرش، او ايرث دوت جوجل دوت كوم. هيبدأ بقى يديك اللوكيشن بتاعها فين ويديك صورة ليها ده من الفود براندنج برضه. اه بلم معلومات عنها. حاجة تانية مثلا، هو انا لما بكتب يعني مثلا سي، رحت جاي هنا كده كاتب مايكروسوفت دوت كوم في جوجل، بص جوجل مثلا هيقول لي ايه، في مثلا سب اسمه كذا، في ويندوز دوت مايكروسوفت دوت كوم، يعني في سبورت، في ويندوز ابديت، قال لي ايه السب اللي عندها وايه المتعلق بكلمة مايكروسوفت، حتى لو انفورميشن بسيطة جدا هتفرق معاك. فاهمني؟ هو از دومين، دومين تولز اهو، تعرف عنه ايه ده. ممكن مثلا تسيرش في سايت زي اسك، زي بينج، زي وهكذا يعني. تمام، يبدأ يجيب لك انفورميشن. كل ده انت بتبقى تسيرش وتحاول تعرف معلومات. ما اقدرش اقول لك هي مقتصره على تولز معينه او حاجه معينه. لسه شويه بس بياخد وقت، بس بيطول شويه. تمام، ما اقدرش اقتصرها لك على بعض المعلومات. ده انت بتجيب اللي انت، بص انت بتقعد تسيرش، دي نفس المعلومات اللي جبناها من شويه. تمام، ده بالنسبه للانترنت فوت برينتينج. تمام، طيب عندي حاجة تانية اسمها هو از. هو از يعني ال، طيب قبل ما اخش في هو از، بس في حاجة تانية عندي. انا عندي حاجة اسمها ال بيبول سيرش. انا عاوز اعرف حد معين، عاوز اعرف مين دوت، تليفونه ايه، حاجة معينة، اي حد، اي شخص، بس طبعا يكون لازم يكون فايد على النت. في عندي سايت اسمه bibl.com، بص كده اسمه ايه، اللاست نيم. طب هتحب ادورك على الاسم دوت في انهي مدينة وفين بالظبط؟ والله يا ترى مثلا محمد اسلام مثلا، اي حد في الجيزة. سيرش كده، ده بيبول سيرش، بيسيرش شوف لي حد في نفس الاسم ده، فانت تبدأ تشوف. يكون هو مثلا متسجل عامل اكونت على سايتس معينة، دي ناس هي كتيرة جدا هاي. خلاص، في بقى على السوشيال انجينيرينج زي ايه، زي مثلا حد عامل على فيسبوك، على تويتر، على هاي فايف، على ما شابه يعني. كل دوت ممكن اجيبه اهو، دي حاجات اللي هي السوشيال انجينيرينج. ادوس كده مثلا فيجيب لي ايه، فود بوينتنج عنه، معلوماته زي على الفيسبوك بالظبط. لما تجيب انفورميشن عن اي حد، خلاص انا ممكن الحد دوت يكون مسجل في اكتر من حاجه، واخد بالك يعني معلومات ايه، ممكن الحد يكون مسجل في ايه، في اكتر من حاجه. فهبدا انا والله يعني الم، هلاقي معلومات كتير. هو بيجيب لي معلومات عن محمد اسلام، اسلام محمد، اسلام حاجه، محمد حاجه، فاهمني؟ يعني مثلا انا اهو من محمد مثلا في الجيزة، انفورميشن عن اي حد. خلاص صورة اهي، تمام. ممكن اسيرش برضه تاني، يبقى انا ممكن اسيرش بحاجة اسمها السوشيال انجينيرينج. ايه السوشيال انجينيرينج؟ اللي هي المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، هاي فايف، وهكذا. ده حاجة اسمها ايه، البيبول سيرش. تمام، طيب من الفود برينتنج كمان انا عاوز اعرف شركة معينة، يعني عاوز اعرف الشركة دي. انا خلاص عرفتها اسمها تي اي داتا، وفي مكان كذا، والتليفون كذا، وكل حاجة معروف. طيب انا عاوز اعرف هما بيشتغلوا بسيرفرات ايه جوه. يعني عملت سكاننج قبل الويب سايت وشويه حاجات كده ودي ان اس بتاعه، بس ما جابليش هو ايه السيرفرات. ممكن يكون عندهم ميل سيرفر مش عاملينه بابلش،
صح؟ اه، فشغالين مثلا يونكس ولا لينكس ولا شغالين ايه بالظبط؟ فانا عاوز اعرف الكلام ده كله. قال لك انت ممكن تعرف من الجوب سايت، مش ممكن تيجي داتا دي تكون حاطه مثلا على مواقع الاعمال وكده، المواقع الجوب محتاجين الناس يشتغلوا، يقول لك والله احنا عايزين حد سيستم ادمن يكون بيفهم في يونكس، او سيستم ادمن بيفهم في لينكس، او سيستم ادمن بيفهم مثلا في فيدورا ابونتو اي حاجه، بيفهم في ويندوز سيرفر، بيفهم مثلا ام سي، عاوزين ام سي اي تي بي، عاوزين ام سي سي اي، عاوزين سي سي ان ايه. يبقى انت من خلال اللي انت تفهم دوت وعاوزه في ايه هتعرف هم شغالين ايه جوه. ما هو مش هيطلب حاجه الا لما تكون عنده. عايزين حد يشتغل بي اتش بي، عايزين حد يشتغل مثلا اي حاجه، خلاص. فانت بتعرف الراجل ده شغال ايه. وحاجه تانية بقى، يعني ده من تلات ارباع الهاكرز بيعملوها، ان هو بيروح يقعد في انترفيو، يقابل السيستم ادمن او الاي تي مانجر بتاع الشركه دي، ويبدا يتكلم معاه يقول له والله انا عاوز اشتغل كذا كذا كذا، وممكن يعني ويبدا يعرف منه معلومات. وانس ان انا قعدت معاه كده طلعت معلومات فظيعه جدا وهو مش واخد باله، خدت بالك؟ وممكن ناس تانية تلاقيه رايح مثلا واحد مديله فلوس كويسة جدا وقال والله أنا عاوز أهاك الشركة دي، فيروح يعمل إيه؟ ممكن يروح يشتغل جوه الشركة دي فراش، يشتغل أي حاجة، ممكن يشتغل أي حاجة فترة معينة بس عمل فود برينتينج، واخد بالك؟ ممكن مثلا هو ممكن يكون في مستوى سيستم أدمن يروح يشتغل هيلب ديسك، هيعرف معلومات كتيرة جدا عن الشركة، كل تقريبا كل حاجة يعني، فقط هو مش معاه الباسوردات بس، ده الحاجة الوحيدة اللي مش هيبقى عارفها. تمام. وطبعا سهل جدا ان هو يجيبها بعد كده، يعني ما دام دخل جوه الشركه وقعد جوه خلاص وبقى واحد تراستد، هيبدا ان هو يتعامل بشكل حر تماما. تمام. ده بالنسبه للايه، للجوب وكده يعني. طيب، في سايتس بتوفر لي حاجه اسمها هو از، انا عاوز اعرف مين ده يعني، تعال نشوفها كده يعني. مش بق... كل الكلام ده مرتبط ببعضه، فود بوينتنج ده لم معلومات. في مثلا سايت اسمه هو از دوت نت، مثلا اقول له ايه والله هو از لوك اب مايكروسوفت دوت كوم، نفس الكلام اللي جابوه دي ان اس ستاف انفورميشن عن الايه، عن المكان ده. خلاص، في دي ان اس ستاف مع نفس الكلام، في بعض التولز الموجودة عندي، في حاجة اسمها سمارت هو ايز تول ممكن نكون سطبناها. نفس الكلام مثلا، كنا بنسيرش على تي اي داتا ايه، فجايب لك انفورميشن عن تي اي داتا في الجيزة مثلا، مش عارف فين كده، كلام كتير. في مثلا حاجة تولز جميلة جدا انا بحبها جدا اسمها Advanced Administrative Tools Continue، بتعمل حاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا من خلالها. مثلا حاجة اسمها هو از، واقول له ستارت، واقول له مثلا مايكروسوفت دوت كوم اهو، واقول له ان هيجيب لي انفورميشن عنه. تولز دي جميلة جدا، بتعمل حاجات كتير. تمام. تي اي داتا مثلا كنت بسكان عليها، موجودة اهي كل حاجة عنها، فاكس، تليفون، موجودة فين، في ايجيبت، التكنيكال سبورت بتاعهم، تليفونه كام، كل حاجة انت عاوزها. خلاص. طبعا ده الحاجات دي كمان بيبقى في سايتس ناس مش مختلفة ان هو عامل الويب سايت بتاعه، فبيبقى اسمه ميس كونفيجريشن. يعني ميس كونفيجريشن يعني ايه؟ يعني هو بيعمله هو مش فاهم هو بيعمل ايه، فعمل سايت وخلاص، المهم ان هو الناس بتخش عليه، فاهمني؟ طيب، في مثلا تولز تانية اسمها لان هو از، مثلا تي اي داتا خليها مثلا حاجة تانية، هي سيرش عليها ويجيب لك انفورميشن نفس الكلام. تمام. طيب، ده بالنسبة للايه، لل هو از. تعال نشوف بعد كده في ايه. عندي حاجة مهمة جدا بقى اسمها extracting DNS information، ده برضه أو DNS footprinting. قبل ما أبدأ، يعني الناس اللي هي MCSA أو MCSE ده اللي هيبقى فاهمني أوي، اللي الناس اللي درست DNS واشتغلت عليه فعليا، ده اللي هيبقى فاهمني أكتر. أن ال DNS server دوت اللي هو إيه، بيعمل resolve للنيم، صح؟ أو بيعمل resource locate، وبيعمل حاجات كتير جدا، بيعمل بيوديك للسيرفر الخاص بالاوثنتيكيشن، خلاص، السيرفر الخاص بجلوبال كاتر، حاجات كتيرة جدا. فمن خلالها حاجة اسمها نيم ريزوليوشن، ان انا بسأله بالنيم فبيبدأ يديني بالاي بي.
هتقولي طب ليه؟ طب ما ناخد الاي بي. هقول لك لا، حاجه زي التليفون بتاعك. هو انت سهل عليك تحفظ رقم التليفون ولا تحفظ اسمي؟ ها اكيد هتحفظ اسمي صح. فانت بتطلع التليفون بتاعك لما انا بقول لك ايه سجلني عندك، يعني اعمل لي ريجستر عندك في الدي ان اس بتاع الموبايل بتاعك. يعني ايه؟ يعني هتكتب اسم مؤمن مثلا وقدامه رقم التليفون بتاعك. فوانس ان انت بقى عاوز تتصل بيا بشخصي، فبتبدا تسيرش على مين؟ ها بتسيرش على الاسم اللي اسمه مؤمن، مش بتسيرش على رقم، لان انت مش هتحفظ الارقام، هتحفظ الاسم اسهل حاجه. هتسيرش على الاسم اللي اسمه مؤمن. بس لما بتيجي تتصل، ها بتتصل بمين؟ بمؤمن ولا بمؤمن كشخص، ولا بتتصل بالتليفون بتاع مؤمن اللي هو واخد تليفون معين او رقم تليفون معين او بيساوي بمثابه الاي بي ادرس في مجال النتوركينج يعني؟ اه يبقى انت بتتصل فعليا بالتليفون او رقم التليفون. فنفس الكلام، بس وفر لك ان انت تبقى حافظ النيم، مش حافظ الاي بي ادرس. فنفس الكلام الدي ان اس بقى جواه في شويه ريكورد. ريكورد متسمى مثلا عندي حاجه اسمها اي ريكورد. الاي ريكورد دوت خاص بايه؟ بالنيم بيساوي الاي بي. اه حاجه تانية من اللي بيعملها دي ان اس هحب اقولها لك الاول، ان انا ممكن دي ناس بساله، يعني مثلا لو في بيئه اكتيف دايركتوري بساله ان هو يوديني اقول له مثلا ايه، انا عاوز اعمل اوثنتيكيشن معايا يوزر نيم وباسورد، عاوز اعمل لوجن. فدي ناس مش بيعمل لي اوثنتيكيشن، لا ده هو عنده ريكورد جوه اسمه سيرف ريكورد اهو هنتكلم عنه دلوقتي خلاص، موجود فيه مين؟ هو السيرفر الخاص بالاوثنتيكيشن. يعني بيعمل حاجات كتير جدا، منها موضوع ان هو بيرزولف في النيم وبيرزولف في الموضوع الايه الاوثنتيكيشن سيرفر. الاي ريكورد دوت او بي او في منه اي ريكورد 4 اي ريكورد دوت بيتكلم لو انا عندي اي بي ادريس فيرجن 6. لكن اي ريكورد بس او بيسمى هوست ريكورد، يعني هوست كلمه هوست معناها اي جهاز واخد اي بي ادريس، عنده كارت نتورك وبياخد اي بي ادريس. فده بيسمى ايه؟ اسم البي سي اسمه بي سي 1 مثلا، وقدامه مقابل ليه على طول الاي بي ادريس. فلو حد سال على بي سي 1 هيدي له اي بي ادريس. ام اكس ريكورد ده للاكستشينج سيرفر اللي هي الميل سيرفر بس، يعني الاي بي ادرس بتاع الميل سيرفر بيتحط في ريكورد اسمه ام اكس ريكورد. الان اس ريكورد ده اللي هو النيم سيرفر، بيتكلم على اي دي ان اس سيرفر داخل هذه النتورك وريليتد بالدي ان اس سيرفر بتاعي. سي نيم دوت حاجه اسمها الالياس. الالياس نيم يعني ايه؟ انا عندي مكنه اسمها مثلا ويب سيرفر دوت مش عارف دوت مثلا تي داتا دوت كوم. فانا عاوز الناس لما تكتب، يعني لو حد دلوقتي كتب في البار بتاعه في الادرس بار كتب http://، كتب ويب سيرفر دوت تي داتا دوت كوم، هيحصل ايه؟ هيعمل له ريزولف على طول، هيدخله على تي داتا صح. لكن احنا بنخش كده لا، ده انت عندك حاجه اسمها دبليو دبليو دبليو. ايه دبليو 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 ده؟ بتخش دبليو 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 دوت تي داتا دوت كوم، ده اسم الشركه بس. ايه دبليو دبليو دبليو؟ دبليو 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 دوت مش لا وورلد وايد ويب، لا ده كونسبت ليها بس، هو كحاجه ستاندر. ده الياس ريكورد او سي نيم ريكورد موجود جوه دي ان اس اسمه دبليو 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 دوت تي داتا دوت كوم بيساوي ها الريكورد اللي اسمه سيرفر ويب سيرفر دوت تي داتا دوت كوم. يعني لو حد كتب دبليو 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 دوت تي داتا دوت كوم هيعمل له ريزولف على طول لايه؟ لويب سيرفر دوت تي داتا دوت كوم. طيب اس او اي ريكورد دوت ده ريكورد خاص لو انا عندي اكتر من دي ان اس سيرفر مع بعض، ويبدا يعملوا سنكرونايز. يعني ده يبعت للداتا بتاعته، ده يبعت للداتا بتاعته. يعني دي مش هينفع اكلمك عنها، يعني مش توضح لك اكتر. ده السيرفر ريكورد، ده ريكورد تحتيه ايه السيرفيس الموجوده؟ ايه اللي داب؟ جلوبال كاتالوج، الكيربوس اوثنتيكيشن، تمام؟ مين السيرفرات دي يعني؟ بوينت ريكورد لو انت معاك اي بي ادرس وعاوز تعرف مين النيم الخاص بالاي بي ادرس ده. يعني معاك اي بي ادرس 5 دوت 7 دوت 8 دوت 10، عاوز تعرف مين صاحب الادرس ده، فبتبدا تسيرش عليه، بيتسجله في حاجه اسمها بوينت ريكورد، بيريزولف من نيم من اي بي نيم، تمام؟ دي يعني حاجات تانية بقى يعني ادفانسد شويه. طيب تعال نشوف الدي ان اس هنتعامل معاه ازاي. في عندي سايت اسمه دي ان اس تولز، والله احط له هنا مثلا الدومين نيم بتاعي هو برضه جاب لك انفورميشن عنه.
في برضه حاجة أجمل اسمها اي بي تولز. لا سوري، ده يا سايت جميل جدا، بيوفرك اكتر من فانكشن وحاجات كتير قوي، دومين انفو، السي اي دي ار مثلا، اي بي كانتري، عامل بينج معينه مثلا. بص في الدي ان اس هنا الريكورد اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، فانا ممكن احط مثلا مايكروسوفت كده واقول له اعمل لي عندها سير، شوف لي الدي ان اس بتاعهم ايه، هي الام اس ريكورد مثلا بتاع الاكستشينج. تمام اهو ام اكس ريكورد بتاع مايكروسوفت. دي السيرفرات بتاعت الاس ام تي بي سيرفر عندهم، او الاكستشينج سيرفر عنده الميل سيرفر. ممكن مثلا اقول له ايه في الدي ان اس لوك اب مايكروسوفت، ماشي، اعمل لي سيرش مثلا على الاي ريكورد. خلاص جاب لك كل الاي ريكورد الموجودين. ممكن مثلا حاجة تانية، ده الريفيرس. ممكن ابص على الكاش، دي ان اس كاش، الحاجات المكيشة. تعالوا نتست كده الكاش من انهي ريكورد كمان، يعني نشوف ايه الريكوردات المكيشة عنده. يعني ده بالنسبة للاي اس بي، بالنسبة للود. طب غالبا دي يعني بتهيأ شوية، بتاخد وقت. طب تعالى نشوف الريفيرس دي ان اس لوك اب. هو تمام، بيبقى محتاج الاي بي ادرس. ممكن تعمل ريزولف وتجيب الاي بي ادرس وتحطه. تمام. طيب ده الحاجات اللي بجيب انفورميشن عن الايه، عن دي ان اس سيرفر موجود عندي. تمام. هنا عندي كمان حاجة اسمها network footprinting، ان انا بشوف النتورك دي الرينج بتاعها ايه، شغالة اي بي فيرجن 4 ولا فيرجن 6 ولا شغالين ايه بالظبط، الاي بي ادرس يعني وكده. وحاجة تانية بشوف حاجة اسمها تريس روت، اشوف هو انا معدي على كام هوب، على كام راوتر عشان اوصل للسيرفر دوت. تمام. تعال نشوف. طب ممكن هنا مثلا في تريس روت اهي، اشوف انا هنا في مكاني مثلا بعيد عن مايكروسوفت بقد ايه وكده. في مثلا على ما يشتغل في تولز عندي، تعال نشوف كده عمل ايه اهو. بيقول لي والله انت هنا الهوب بتاعك نجيبها من تحت. بس كل دي رواتر بس مش باينة مين هي. خلاص والله هو انا السايت مش جايب لي انفورميشن كامله، بس المفترض يجيب لي هنا اللوكال هوست اللي هو جهاز انا الاي بي بتاعي كام، وبعد كده طلعت من الراوتر، وبعد كده عديت على تي اي داتا، وعديت على كل الرواتر دي. تمام. كل دي رواتر ابدا اشوف انا بقى اعدي منهم ازاي لغايه لما اوصل لمين، لمايكروسوفت الاي بي ادرس بتاعهم اهو. تعالى بس نشوف التولز الموجوده. فين في مثلا عندي تولز اللي هي 3 مثلا مايكروسوفت اهي، 3 سوت تمام. هيبدأ دلوقتي السيرش، هياخد وقت شوية.
هيقولك انت بتعدي على كام هوب عشان توصل، والتايم والملي سكند قد ايه وكل حاجة. خليه برضه وشغله ونشوف حاجة تانية. ممكن مثلا ماشي، تعالى مثلا في حاجة عندي اسمها virtual IP tool، في تقريبا ده مسطبينه، او تعالى نبص عليه اصلا في مثلا حاجة زي كده. في tools كتير جدا يعني. في مثلا زي الان ماب، برنامج الاسكان الشهير جدا يعني. اقول له مثلا microsoft.com، هيبدأ اسكان شوية، هجيبها لك في التوبولوجي هنا. بس ساعات بيفرق معايا شوية عشان انا طالع من سيرفر معين، فالسيرفر بيمنع ان الكلام ده يطلع اصلا. لكن لو انت طالع فري من راوتر على طول فمش هتفرق معاك. بيبدأ يجيب لك التايم ميلي سكند قد ايه، وانت بتعدي على كام واحد. ممكن السايد ادفانس ادمنستريتيف دوت هتلاقي فيه كمان مثلا ايه تريس روت. ممكن عاوز تعرف النتورك دي واخدة اي بي ادرس كام. الاي بي سكان طبعا برنامج مشهور جدا يعني. اقول له كده اعمل لي ران، فيرتشوال مثلا اي بي تريس. هنا في مشكلة في الريزولف، تعال مثلا اقول له تي داتا. حط له مثلا ده كده ستارت، هيبدأ يقول لي والله هو فين وانت ماشيله ازاي. microsoft.com موجودة في USA. هيقول لك بقى كام هوب بتعدي عليها والكلام ده كله. يعني البرنامج ده فيه مشكلة بس. وده كده عدد الهوبس اللي انت بتعدي عليها. انا بس عاوز اوريها لك هنا، بص ده بس عشان السيرفر بتاعنا مش مظبطها لي، بس هو هنا على الان ما بيوضحها قوي، بيقعد يجيب لك بقى كده يعني ايه، بيقول لك انت معدي على كام واحده، والسيرفر انت طالع منه كام، والاي بي ادرس بتاعك كام، يقوم جايبها لك. يعني انت لو جربتها عندك هتشتغل عندك كويس، بس انا عندي بس عشان ما بطلع من سيرفر فالسيرفر بيمنعني، يعني السيرفر بيمنع ان انا اعمل الكلام ده. تمام، ده النتورك ايه فود بوينتينج. طبعا من يعني حتة كمان بتعرف النتورك بتاعتك ايه، الاي بي سكان، يعني برنامج معروف جدا طبعا. طيب في برضه من الايميل فود بوينتينج بقى، ركز معايا في الكلام ده. ايميل فود بوينتينج، ايه ايميل فود بوينتينج؟ والله انا عاوز اعرف اراقب حد معين. عندي سايت اسمه ريد نوتيفاي، هسجل مثلا عليه مثلا ايه بدا ماشي. بيعمل ايه السايت ده؟ انا هبعت لحد مسج، خلاص هبعت لايه لحد معين مسج، وانس ان الحد دوت فتح المسج خلاص
وانس بقى ان هو فتح الجهاز وقفل وفتح الميل وقفله تاني، اول ما يفتح الميل هيبقى اتلى انا مسج على طول على الاكونت بتاعي هنا يقول لي ده فلان فتح الميل بتاعه. فانت من الفول بوينت بتاعه برضه هو ده بيقعد امتى الساعة كام، اسميه مثلا مؤمن مثلا الباسورد، باسورد عليها اهي في ايجيبت ماشي. ايام مثلا مؤمن اي اكسبت على مثلا نغير الايميل او خلوه ممكن تكون الباسورد هي اللي غلط. طيب انا عملت الميل يعني كريت خلاص وعملت بيه لوجن، اهو الميل بتاعي اهو وعملت بيه ايه لوجن. هخش بقى كده بالميل ده اه، بعت لي رسالة تحريرية اهو. تمام، هبدأ اعمل نيو مسج، هبعتها بس عندي ميل تاني اسمه دوت مؤمن ات هوت ميل دوت كوم. لا هو هنا بس في حاجة كوم دوت لما اقول له عيد نوتيفاي دوت كوم بأي سبجكت ازاي هاو هاي بأي كلام. مسج هبعتها للميل ده اي تي دوت مؤمن ات هوت ميل دوت كوم، خلي بالك انا الميل بتاعي فروم اي تي اندر سكور، اكتبها بالشكل دوت دوت ريد نوتيفاي ريد نوتيفاي دوت ايه دوت كوم واقول له سند. المسج دي بتروح في الجانك او في السبام. تعال نعمل ساين اوت ونخش بالميل التاني بقى عشان ايه نستقبل المسج دي. خلاص هيجي لي هنا هيقول لي والله ده فتح اوبند الساعه كام وكده يعني. تعالى خش كده اي تي دوت مؤمن صح كده دوت ميل دوت كوم. ما جاتش في الجنك ولا حاجه، جت في الانبوكس كمان. وانس ان انا فتحت المسج دي تعالى كده نعمل ريفرش هنا
Display. اهو مسج انت بعتها في الوقت دوت 21 اغسطس لاي تي دوت مؤمن. السبجكت اسمها هاو ار يو اوبن دو نوت يت. ده انت لسه ما فتحهاش. مفيش كده ايه لو عملناها نشوف تقريبا كده ايه يعني خلاص. هو لازم يعمل لها ريسيف اهم حاجة. اهو خدت بالك والله فتح الساعة كذا في الوقت الفلاني في الثانية الفلانية كده. بقى كل ما يخش الراجل دوت هبدأ ان انا اعمل ايه اهو استلمها خلاص. فهبدأ ان كل ما يعمل لوجن هقف على طول ان الراجل دوت عمل لوجن. فبالتالي دي كل ده من الفود بوينتنج اللي انا جبتها عنده. تمام. لو عاوز اعرف بقى الميل سيرفر مثلا بتاع اللي انا شغال تبعه احط له هنا مثلا الاسم اسم الميل سيرفر مثلا. اسيرش الاول اعمل في بوينتنج على مثلا هوت ميل. فهوت ميل هيطلع لي الاس ام تي بي الاي بي ادرس بتاعه او النيمز او النيم كله ايه. ابدا احطه هنا وابدا اعمل تريس هيقول لي المكان بتاعه فين بالظبط في العالم. تمام. والتريس هو توصل له ازاي وكده. طيب ما هو في كمان جزئيه عندنا اللي هي اخر حاجه عندنا. تعال نشوف بس السلايدز عشان نسيناها خالص. تريس هوت الايميل كوميونيكيشن خدناها. ده اللي احنا ننزل لو نعمل داونلود يعني للويب سايت ونشوف نعمل له يعني فيون جوه اي سوفت وير. وشفنا الاركايف دوت اورج الحاجات القديمه في السايت. هنشوف بقى دلوقتي ان شاء الله الجوجل هاكينج. جوجل هاكينج ان انا ممكن او بنسميه الراندوم هاك. راندوم هاك يعني ايه؟ بكتب شويه سترينج او شويه كويري او اسيرش على دورك معينه يعني ثغره معينه او اكسبلويت. هو هيبدا يجيب لي كل السايتس او كل اي حد على الوان عموما متصاب بالدورك دي او بالاكسبلويت او ما شابه يعني. تمام. طيب انا هعرف منين السترينجات والكلام ده كله؟ والله بيقول لك انا في شويه ادفانسد اوبريتورز ممكن تستخدمها انيشيت مش عارف ايه. بس احنا هنستخدم حاجه جميله جدا. في هنا حاجه اسمها جوجل هاكينج داتابيز. جوجل هاكينج داتابيز ايه جوجل؟ اول ما نسمع عنها طبعا صح. طيب جوجل هاكينج داتابيز ده في سايت ده كده خلاص الموضوع ده. ده من انواع الراندوم هاكينج كل الكلام ده. ممكن في سايت مشهور جدا اسمه اكسبلويت داش دي بي اهو موجود. ندخل عليه اقول له ايه جوجل هاكينج داتابيز. تمام. ابدا اقول له الكاتيجوري هنا حاجه معينه. أو ممكن اقول له ايه مثلا انا كنت عاملها ادمن باسورد مثلا او اي حاجه اي ادمن باسورد باينه ابدا سيرش لي عليها. اي كلمه ادمن باسورد هتهالي. فوالله جاب لك اكتر من سترينج اهو سيكوال مثلا بي اتش بي مش عارف ايه كده يعني. تعال مثلا ناخد السترينج ده اهو. هعمل بيه ايه السترينج ده؟ والله بكل بساطه افتح صفحه كده في جوجل واميها وسيبها. اتفرج بقى هو هيعمل لك ايه. بص بقى حاجة زي كده ملف اكس ال اس تنزله وتفرج عليه. اوبن مثلا مثلا بالوود باد افتح بس ولا مش هنشوف حاجة. طبعا في حاجات تاني طبعا من على النت هنشوفها عادي زي كده مثلا. عايزين حاجة واضحة شوية. طب ده كل الحاجات المتعلقة بالسترينج اللي انا كتبته. طب تعالى ناخد سترينج تاني. تعالى مثلا باك ناخد ده مثلا. كوبي. مثلا دي. اه
هو بص مثلا دي لغة بي اتش بي، ادي مثلا يوزر مين، في بقى حاجات بتلاقيها بتبقى كلير تكست، فبتبقى واضحة معاك. فده راندوم هاجنج، حطيت دورك معينة وطلعت تسيرش، فهو بيسيرش لك جوه كل سايت، دي سايتس كلها، فبيسيرش جواها وبيشوف ايه هو المتاح لي. يعني مثلا هنا هتلاقي حاجة اسمها ادمن باسورد، نعمل كده مثلا باسورد، مثلا اهي باسورد اهي، واخد بالك؟ كل دي دورك انت ممكن تستخدمها، تمام؟ ثانك يو فور يور اتنشن. تعالى بس نسيرش نشوف احنا خدنا ايه كده. جو تو سلايد 1 كده، يبقى احنا بفضل الله اخدنا فود بوينتنج يعني ايه، الفود بوينتنج سايت، الفود بوينتنج ميثود بتاعتها ايه هي، هو از، خدنا دي ان اس، نتورك، الايميل، الويب، الفود بوينتنج يوزنج جوجل هاكينج، تمام؟ يعني اعتقد يعني ان تكونوا استفدتم من المحاضرة بتاعت النهاردة ان شاء الله. Thank you for your attention. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.